هذا في الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما، أي لا أشد من إثم هذا المرء الذي يحدث بكل ما سمع. فعلى الإنسان أنه يتوقف حتى يتثبت، وإلا فالإنسان يسمع كلاما كثيرا، يسمع كلاما كثيرا من الأخبار ومن الناس ومن، فعليه التمحيص والتثبت، ولا يخبر إلا بشيء يتيقن أو يغلب على ظنه أنه صدق، لئلا يوقع الناس في المحذور أو ينشر أخبارا كاذبة تشوش على الناس. والشاعر يقول: لم تعطى لم تعطى مع أذنيك نطقا واحدا إلا لم تعطى مع أذنيك نطقا واحدا إلا لتسمع إلا لتسمع ضعف ما تتكلم. لم تعطى مع أذنيك نطقا واحدا، يعني لسانا واحدا. معروف أن الإنسان يسمع بأذنه ولكنه لا ينطق إلا بلسان واحد. لم تعطى مع أذنيك نطقا واحدا إلا لتسمع ضعف ما تتكلم. فعلى الإنسان أنه يتثبت. كثير من الأخبار كذب، كثير من الأخبار لا أصل لها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الإنسان يتثبت في أمره وهو في عافية في حل، لكنه إذا تكلم أوقع نفسه. وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا رأيت أن الكلام فيه خير تتكلم، إذا رأيت أن الكلام لا خير فيه اصمت لتسلم من الإثم. فاللسان أمره خطير جدا، والشائعات أمرها خطير للمجتمع. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الآية في سياق الآيات التي نزلت في قصة الإفك وهو الكذب. الذين تحدثوا في هذا الإفك يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا. وحتى لو ثبت لديك صدور شيء أو حصول شيء من بعض المسلمين لا يتناسب، فعليك أن تستر عليه، لا تخبر عنه، عليك أن تستر عليه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. مع النصيحة له، تناصحه بما بينك وبينه وتستر عليه، هذا هو العلاج. أما الكلام في الشائعات والكلام في أعراض الناس ولا سيما ولاة الأمور والعلماء، كلام فيهم في المجالس بناء على أن فلان قال كذا أو نقل عنه كذا أو، هذا أمر لا يجوز. فعلى المسلم أن يمسك لسانه إلا بشيء فيه إصلاح وفيه خير. أعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم القاعدة
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.